أمام حالة الجمود غير المسبوقة التي تعرفها عملية السلام في الشرق الأوسط، وفي ظل السياسات الإجرامية للمحتل والتي ترمي إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي وترسيخ الأمر الواقع، نرى أنه من الضروري تعزيز العمل العربي المشترك حول قضيتنا المركزية والأولى، وتوحيد المواقف لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته البسلة. لهذا ارتأينا ونحن نتأهب لاحتضان القمة العربية المقبلة أن نسعى جاهدين لوضع القضية الفلسطينية في صلب أولويات هذا الحدث الهام، الذي نأمل أن يكون شاملاً وجامعاً وأن يشكل انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك.